اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. يعني بالتاكيد قد تحدثنا في الموضوع الذي سنتحدث عنه اليوم مرات عديده، سنتحدث بهذا الموضوع ايضا مرات عديده، لان هذا الموضوع يتعلق بما يسمونه بالانتخابات المبكره التي قرروا اجراءها في شهر تشرين اول القادم، شهر العاشر اكتوبر. والحديث عن هذه الانتخابات المزعومة يحتاج إلى الكثير من الرؤية الحقيقية والرؤية الدقيقة لما يعد لها وكيف يراد لها أن تكون. قبل أيام زعيم ما يسمى بتيار الحكمة عمار الحكيم دعا الشعب العراقي للمشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال بالنص إن تغيير الأوضاع وتحقيق الإصلاح يأتي عبر المشاركة الواعية والفعالة والواسعة في الانتخابات. طيب، مشاركة واسعة، تحقيق الإصلاح، من المعيب جدا ومن المستغرب جدا ومن المدهش جدا أن الشعب العراقي الذي خرج ضد كل هذه الأحزاب الفاسدة، واحد منها يعني مجموعة عمار الحكيم، هذه التي نهبت العراق ودمرت وكذبت على العراقيين وسرقت وأفسدت وخربت وكل هذا، ورهنت العراق إلى الخارج، وهذا الشعب اللي خرج بشبابه في تظاهرات كثيرة وآخرها ثورة تشرين المباركة اللي خرج الشباب بها، قتلوا أكثر من 1000 شاب بها في بغداد والناصرية والنجف وكربلاء والبصرة والعمارة، وجرحوا أكثر من 30,000 واحد من عندهم، وما زال المسلسل مستمر، اغتيال النشطاء وقتلهم وذبحهم وتشريدهم وملاحقتهم وإسكات أصواتهم، والحديث عن الديمقراطية مستمر أيضا في نفس الوقت، والحديث عن القصاص من القتلة مستمر أيضا، والوعود مستمرة من الكاظمي وغيره بالقصاص وتقديم القتلة إلى العدالة مستمر، والكذبة مستمرة. طيب، الشعب يخرج ضد القوى التي ساهمت وتساهم في تخريب البلاد، وهي معول للهدم والتدمير طوال 18 سنة، وإذا بهذه القوى هي نفسها التي ستشارك بالانتخابات، وهي التي تدعو الشعب العراقي هذا الذي خرج ضدها لكي يشارك مشاركة واسعة لإحداث الإصلاح. قضية لا تعقل، وليس فيها منطق، وليس فيها رؤية، وليس فيها أي مجال للتصديق. كيف يمكن أن نصدق أن هذه القوى التي هي مستهمة بالفساد والخراب والتدمير والقتل ورهن إرادة العراق وضياع استقلاله وسيادته وكل خيراته وثرواته تنهب من قبلهم والثراء على حساب الشعب ومصدم الشعب، هذه القوى تدعو إلى الإصلاح. ما هي اللي دمرت العراق؟ تصلح ماذا؟ يعني قوى هي التي تسهم في رعاية وتنفيذ مشروع تدمير العراق وهي تتحدث عن الإصلاح. أي إصلاح؟ الشعب يريد إزاحتكم وأنتم تتحدثون عن إصلاح؟ أي إصلاح؟ هذه نفس مقولات مقتدى الصدر، نفس الحديث اللي يتحدث عنه المالكي ويتحدث عنه مصطفى الكاظمي ويتحدث عنه هادي العامري، والكل يتحدثون عنه عن الإصلاح. إصلاح ماذا؟ أنتم من خربتم إصلاح العراق، لا يتحقق إلا بخروجكم جميعا، إلا بذهابكم إلى المحاكم ومحاكمتكم ومحاسبتكم على ما جرى خلال 18 سنة. هذه ليس لها علاقة من تشيعي وذاك سني وهذا كردي وهذا عربي، هذا ما له علاقة، هذا له علاقة بوطنيتك وإنسانيتك وإخلاصك ونزاهتك ودينك وولائك، هذا له علاقة بهذه القضية. أما أن يعني تتحزن بالميليشيات وتقتل الناس وعصابات تختالهم وتطاردهم وتتحدث يعني الديمقراطية والإصلاح، هذه كارثة كبيرة. وتعالوا شاركوا المشاركة الواعية والفعل الواعية، وعي الشعب وصل الشعب، وعي الشعب وصلهم إلى قرار واحد، إسقاط النظام، خروجكم،
اسقاط هذه العملية السياسية. لا نريدكم، نريد وطن. وعندما الشعب ينادي نريد وطن، بمعنى أن الشعب يعرف أن هذه القوى هي من سرقت الوطن ويريد استعادة الوطن منهم، فكيف للقوى التي سرقت الوطن وسرقت أحلام الناس وسرقت رزقهم وحياتهم وطمأنينتهم وبلدهم أن تدعو إلى الإصلاح وتدعو إلى المشاركة الواسعة والفعالة في الانتخابات والواعية؟ أي وعي هذا؟ أي كذبة هذه؟ كل هذه القوى التي تدعي أنها مخلصة للانتخابات تريد هدف واحد، إعادة تدوير هذه النفايات. يريدون رقم معين لكي يقولوا أن الشعب شارك في آخر انتخابات 2018، أكثر من 82% من العراقيين لم يشاركوا، مقاطعة عراقية كاملة الشعب قاطع الانتخابات لكنهم زوروها وقالوا أنه 40% و30%، وبعدين ظهرت الحقائق، لكنهم شكلوا حكومة عادل عبد المهدي، وعندما ثار الشعب قتلوه واتهموه باتهامات، ويعني تركوا الميليشيات هذه الضباع تنهش بلحمهم وأعراضهم وكل حياتهم وبلدهم، وبالتالي يتحدثون عن انتخابات وشكل جديد وإصلاح. لا يأتي الإصلاح من الهواء، لا ينزل بباراشوت، لا يمكن التغيير بهذه الكذبات، بهذا الحديث، بهذه الظاهرة الصوتية التي يقودها مصطفى الكاظمي وغيره. الانتخابات الحرة والنزيهة اللي يشارك بها الشعب بفعالية وبوعي وبشكل واسع هي الانتخابات التي تهيئ لها الأرضية والمناخ والبيئة المناسبة. عندما السلاح يكون بيد الدولة والدولة خالصة للمواطن، ترعى المواطن وتنحاز إلى المواطن، ودولة المواطن هي والمواطنة، عندما يكون الفساد قد انتهى والمال السياسي والمال الدولة ليس بيد الأحزاب تتصرف كيفما تشاء، عندما تنتهي الاغتيالات، عندما ينتهي الخراب والدمار، عندما تنتهي رهن إرادة العراق للخارج ولإيران وغير إيران والتحكم به، عند ذلك والمخلصين يتقدمون ويشاركون بالانتخابات وينتخبون أحسن الناس. هذه هي الحقيقة. أما نذهب إلى في نفس الأجواء ونفس الميليشيات ونفس القتل ونفس السلاح ونفس المصيبة ونفس الفساد، كذبة كبيرة، لا إصلاح ولا تغيير ولا وعي، والناس واعية أنها لن تشارك في هذه الانتخابات، وسيقاطعونكم، وإذا قاطعوا 82% سيقاطعون 92 و100% من العراقيين، سيقاطعونكم كل العراقيين الشرفاء، سيقاطعوكم، ومن سيذهبون الانتخابات هم التابعين لكم ولأحزابكم ولقواكم. أترككم بخير، ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.